مرحبا كل اللي بتابعونا عبر شاشة الشروق الفضائية، وبنحييكم تحية كبيرة وبلهجة ضيوفنا الليلة نقول لكم سكر فيه مسكا جروس سرناجميه. نحن سعيدين في بدون رصيف وبدون حواجز نطوف ربع وطننا الحبيب، نتعرف على طبيعة المناطق وإنسانه، تاريخه، حضارته، ثقافته، عاداته وتقاليده. شدينا الرحال شمالا في هذه الحلقة، وسعدنا كثيرا ننزل عند هنا النوبيين، النوبيين عموما في المنطقة في شمال السودان. والحديث عن النوبيين حديث طويل ذو شجون، ديل أهل حضارة وأهل تاريخ وأهل لهجة ولغة. نحن سعيدين اللي نتعرف على كل ما يخص النوبيين من خلال ضيوفنا. أولا دعوني أحيي الأستاذ محمد الشريف الباحث والمهتم بالتراث النوبي. مرحبا بك أستاذ محمد الشريف. بسم الله الرحمن الرحيم. الشكر موصول لقناة الشروق، والشكر لك يا أستاذنا على هذه الاستضافة، ونتمنى إن شاء الله نكون خفيفين على المستمع إن شاء الله تعالى. الله يديك العافية. أيضا دعونا أرحب بالأستاذ فريد مكاوي الباحث في الآثار والمهتم بالحضارة النوبية. أهلا ومرحبا بكم، وإن شاء الله سهرة تكون كوشية نوبية من الطراز الأول. ياريت كان حياة بالروطان يكون أحلى. أقول لكم كان نرجو أو الدسر النبيد واين مجكك أردن تبيد سيود شادو لكاي آجم من تبيد أر أروما لم بتان سرينيان جيجيت كل كل نوجي كيوغون انتلاتي إسكي ساتي دولجي برين منتنالتي. يا السلام، كلام سهل جدا جدا واضح. يقول لكم يا أخي ربنا يمسيكم بالخير، نحن سعيدين في الجلسة دي. قال لكم الرملة لينا والنجوم في السماء، الورانة دي القمرة، الزير ده ورانة، يعني وصف لكم القعدة بالروطانة، والروطانة ما دايرة صعوبة يعني زول بيفهم. أيضا دعوني ورحب بالأستاذ حسن بركية إعلامي المعروف وابن المنطقة والمهتم بتراث النوبة. اهلا ومرحبا بالزميل محمد موسى، واهلا ومرحبا بالمشاهدين في قناه الشروق في داخل وخارج السودان. مرحبا بك. وايضا طبعا معروف انه يا اخوانا في كل حلقه معانا وجبه بتكون من صميم الاكل الموجود في المنطقه ومن التراث الموجود هناك، اكل الاكل الشعبي الموجود في المنطقه البنزوره. ايضا دعوني احيي الاخت سميره عبد القادر، ليك التحيه. مرحبا بك سميره. مرحبا بك اخ محمد موسى، ومرحبا بكل المشاهدين. انها لي ارسلنا بندو. الله يديك العافيه، خلي قانونك مولع وجيه الاكل، وان شاء الله في الحلقه بنجيكي راجعين ونشوفك عملت لنا شنو. تحيه كبيره ايضا للطرب والنغم الاصيل اللي بصاحبنا الفنان المعروف دول العطا. استاذ دول مرحبا بك. والله انا سعيد جدا اكون مع هنا النوبيين في شمالنا الحبيب. ونبدا استاذنا محمد الشريف نتكلم عن طبيعه المنطقه، مناخه، إنسانة، يعني هل هي حجرية زراعية زي ما بنتعرف على مناطق السودان المختلفة؟ والله بداية طبعا المنطقة النوبية بتمتد من أسوان شمالا، نعم، وحتى جنوب الخرطوم، نعم، دي المنطقة النوبية. بالداخل فيها الصحراء مع النيل في تداخل فريد. طبعا المنطقة صحراوية بس مر بها النيل، فمن طبيعة قاسية جدا في الصحراء إلى خضرة دائمة على النيل يعني، فتلقى السكان كلهم على هذا النيل، والحضارة كلها طبعا حضارة وادي النيل كلها قامت على هذا الوادي، وادي النيل. ياس. بعدين شنو انت عارف لما قلت لي منطقة صحراوية يمشي فيها النيل، دي زي دمعة الفارس، الزول الفارس اللي ما بيبكي لما تنزل دمعة في خده بتكون جات في حتة جافة جدا جدا. عندك تعليق استاذ فريد؟ هاي بالضبط، ايوه تعليقي يعني برضو. بالنسبه للمناطق النوبيه عموما يمكن فيها كل البيئه طبعا هي صحراويه بالدريه الكبيره يعني، وبتلقى انضمولة من المدن الواقعه في قلب الصحراء، وهي كانت يعني من العواصم القديمه. غير كده طبعا الانسان منطق انسان واحد يعني، المناطق دي كلها ويمكن بالتفاصيل هي داخل البرنامج ان شاء الله. ممكن نتكلم عن طيب موجود شنو في رعي في زراعه في شنو؟ طبعا لا 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 الثقافه النوبيه عموما ثقافه هي اموميه زراعيه من الدرجه الاولى يعني. ممتاز. بغير كذا في بعض القبائل الموجوده قبائل رعويه، هي من القبائل العربيه الموجوده. شنو المزروع هنا؟ اكثر حاجه طبعا القمح الدرجه الاولى، في كل البقوليات، الفول طبعا، الفول الواحد ده وجبة كل السودانيين طبعا، من
المناطق النوبية يعني، يعني فول السليم مثلا يعني فينا الفول المشهور جدا يعني، في الذرة، في النخيل طبعا من الحياة المقدسة يعني، غير خلاف انه من الحياة الزراعية يعني، احنا نحن ننظر للنيل والنخيل من الحياة المقدسة جدا بالنسبة لكل النوبيين. وبعدين في جزئية برضو طبعا الصحراء بشكل غالبية مساحة المنطقة النوبية. نعم. فبرضو النوبيين يتعاملوا مع الصحراء برضو في تجارتهم، في كانت طرق مشهورة جدا درب الأربعين ووادي هاور، في طريق الدب أم درمان، في طرق كثيرة كانوا بيتعاملوا فيها معها مع الصحراء في تجارتهم وفي تنقلهم كذا. نعم. لداخل وخارج السودان يعني، ف يعني برضو تعاملوا مع الصحراء زي ما تعاملوا مع النيل. قدروا يتعاملوا معها، قدروا يفهموها. نعم. قدروا يعني بتبقى سهلة بالنسبة لهم التعامل اللي بيتعاملوا مع الصحراء، ما زي لما يجي زول ما من إنسان الصحراء ما يقدر يتعامل مع المنطقة، أو ممكن يتوه فيها، أو ممكن تأخذوا الصحراء تبلعوا زي ما بقول لك بلعطوا الصحراء. أوكي. طيب أستاذنا حسن بركية، نتكلم اللغة النوبية. هي اللغة النوبية طبعا من اللغات القديمة جدا واللي بتنتمي للغات النيلية الصحراوية. نعم. وهي من لغة قديمة جدا، وفي اللغة النوبية القديمة، وفي حاليا طبعا في لغات نوبية في داخل اللهجات. اللغة النوبية القديمة برضو ان العلماء والباحثين من دونهم ناس فريد واخرين شغالين برضو في كوت العاصمة، وقبل فترة في علماء من هولندا ومن اوروبا يعني اشتغلوا كثير عشان في كوت العاصمة اللغة النوبية، قاموا رجعوا للسودان عشان يرجعوا للغة اللغات النوبية الحالية، ومن منها يرجعوا لفك تلاصم اللغة النوبية. نعم. واللغة النوبية هي حارسة الأشياء والثقافات الجميلة، ففي أول خطوة لأنه الناس تحافظ على الثقافة النوبية من الانجراف، من التراجع، من الهجمات الثقافة الأخرى، الناس بتحاول تثبت اللغة، تطورها، تلقى لها نظام كتابي، تلقى لها برامج دراسية يعني الحاجات الجميلة الكويسة المشرقة. إنها في دراسات عليا في اللغة النوبية في جامعة أفريقيا وفي جامعة دونغلا وفي جامعات أخرى، في جهود كثيرة شغالة إنها يعني، أنا أعتقد إنه في الغريب ممكن تكون لغة مكتوبة وتدرس، الآن هو بتكتب وتدرس لكن على نطاق لحد ما أكاديمي ومحدود، لكن الجهود شغالة وهي من اللغات القديمة والعريقة جدا. طيب نحن بتفصيل بعد شوية أستاذ فريد نتكلم عن اللهجات النوبية عموما. نعم. اللغة شكلها كيف وتوزعت للهجات كثيرة، المناطق اللي فيها اللهجات اختلافها اشتشابها. نمشي لدول العطا نسمع لحن من الألحان النوبية الفريدة بصحبة أيضا إخواننا فرقة تونجيلا، لو بنطقتها صح، فرقة تونجيلا الاستعراضية إن شاء الله بيشاركنا معنا غمات. أستاذنا دولة نسمع شنو يا دولة؟ أنا حغني عمل من التراث، أغنية غنوها حبوباتنا وأمهاتنا، يعني عن الزول في زواجه والزول الشحمي كده، ويوصفوه بالحياة الكلمات الجميلة وكده. شيخ قال لي سيدي إرنايكي كوري لنبابوات أروينتات نبينتات دنيات شكرينتو إرنايك كوريل شاشو غركلين تود ميسيغيد أبجلين تود إرنايك كوريل كجلي قدر دلين تود اسكن تاولين تود إرنايك كوريل بابوات شهي قرين توت جن النور كالكنين توت ارنايك كوريل ارباب ماك منيل توت ماك اللي مريل توت ارنايك كوريل قبر دهر قلتو مكر قولي قلتو إرنايكي كوريلي مبابوات شهقالي سيدي إرنايكي كوريلي مبابوات Thank you.
نبونك تقري البلال نبونك تقري نبونك تقري البلال نبونك تقري بلال جيت قالك تقري الروبين جنة قالك تقري قالين جنتوك تقري النمل نمل انتوك تقري النبونك تقري ارتنو بريتوك تقري الارسر نمل انتوك تقري وارونتوك تقري الادمي فالر انتوك تقري سكدالك تقري وجبل غدارك تقري البروي نور ندارك تقري النبونك تقري ارتنو بريتك تقري الارسر نمل انتوك تقري فالر انتوك الجميل. وشكرا شباب تونجيلا على هذا الاستعراض الرائع. وبنرجع لحديثنا استاذ فريد، قلنا اللغه النوبيه شكلها هل واحد هل مختلفه، بتشابه في مناطق بتختلف في مناطق. انت قبل برضو سالت لي قلت لي ان هي في تشابه كثير بينه وبين اللغه العربيه ذاتها العاميه العربيه اللي بنتكلمها نحن، بتلقى الكلمه مدريه كده. نتكلم عن اللغه النوبيه. اللغة النوبية زي ما ذكر الأستاذ حسن بركية واحدة من اللغات النيلية الصحراوية، معروفة بنيل نايل صحاري. هي لو جينا أخذنا من الفترة في الأولدن وفي اللغة النوبية القديمة مراحلة أو مكانة
امتدادة لمناطق كثيرة جدا، السودان القديم يعني. نعم. تلقى مثلا نحن أسي قاعدين في مملكة علوة. نعم. اللغة كانت منتشرة هنا، اللغة كانت لغة نوبية طبعا، امتدادة للغرب في مناطق كثيرة جدا. يعني في لغة اسمها حرازة، ولغة حرازة كانت من الوحدة من اللغات النوبية. نعم. آخر رجل مات كان اسمه جبريل عباس على ما أعتقد سنة 1936، للمفردات كتبوا منه حاجات كثيرة جدا. بعد كده دي مملكة علوة. في مملكة المقرة اللي كانت من مناطق كوبوشية وحتى مناطق الشلال الثاني، ما بين الشلال الثاني والثالث، بعد ذاك لحد مناطق كوريسكو في أسوان حاليا يعني. دي الامتدادات الطبيعية للغة النوبية، وهي كانت لغة الدولة طبعا لفترات طويلة جدا. بعد كده في لهجات اللغة النوبية، هي ما بين الدنغلاوية وزيها طوال من أغرب الحاجات الكنزية في أقصى الشمال في أسوان، والدنغلاوية في الجنوب. وبعد كده بتلقى المحسية، هي محس كوت حلفة، بعد كده بهناك فديكة هم نفس الحلفة ونفس لكن الكنزية هي دنغلاوية. في حرازة ده بالإضافة للغرب السودان، اللي جينا أخذنا مثلا دارفور، شمال دارفور الميدوب، جنوب دارفور البرجيت. في جبال النوبة بتلقى برضو مجموعة الأجن، بالإضافة لبعض القبائل الكثيرة جدا اللي معملوا فيها دراسات زي منطقة الدلنج كرورو والكركو، دي كلها لهجات اللغة النوبية. غير كده عشان كده بتلقى الأثر واضح جدا في العامية السودانية في التراكيب، في لو جينا أخذنا التراكيب معناها نحن نطلع بحاجة إنه اللغة النوبية هي لغة السودان كله كانت بالضبط كده. أيوة، حتى لكن الموجودة الآن في كل أنحاء السودان دي لهجات بالضبط، لهجات جزء منها من اللغة النوبية يعني كدا. في كردفان في كده ده جزء من اللغة النوبية لكن لهجة بتاعت ناس كله بالضبط كده. بالإضافة للغات كانت سائدة يعني، لو ذكروا الحضارة النوبية طوال البيجا كانت من اللغات الموجودة يعني من أقدم الشعوب في السودان، وزي النوبية هي من الكوشية القديمة يعني. نعم. النوبية والاثنين يعتبر الكوشية طبعا، القوة الكوشية هي امتدادات ضخمة جدا من المحيط الهندي وحتى سواحل الأطلنطي، لا مثلا القرن الأفريقي كلهم كوشية. بعد كده التفرد في اللغات، والسودان جزء من الحياة الكوشية، والنوبية من الكوشية، والكوشية من النوبية، عملة ل حاجة واحدة يعني الاثنين يعني، ما تقدر تفرق بين الكوشية والنوبية رغم النماذج للهجة للهجات النوبية. نعم. مع العربية انت قلت لي في التراكيب يعني مثلا الزول ده قاعد يلعب، تلقى قاعد ويلعب، تلقى في ترجمة حرفية آق بترين أو آق كاتشين بالدنغلاوي، هنا آق في المساعد في نفس اللحظة قاعد، عشان كده لما تترجم بيقول الزول أو بعض الترجمات بقت مضحكة زي لقيتك ما في، في لقيتك وفي ما في. نعم. أي كتاب يصير هو عمل كده، أو تتكلم ساكن وقع عليك، أو برجاك بالدنغلاوي برجيري، هو برجيري برجاك نفس الحاجة، أو إضافة بل أي حاجة، باكل بشرب بنوم، هنا بكل بنيري بنيري كده يعني. الباء أنت استعملته في اللغة العربية ما في حاجة زي أي باء، هنا شنو؟ هنا ما انت فعل مساعد لي. أيوة. انت جيت اضفته في العاميه السودانيه نفس الحكايه، بتقول انا باكل ايوه وانا بشرب وبشرب وبنوم، هو نفس الحكايه، بكلي بنيري بي 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 دي كلها كده. دبل اضافه لحياه مهوله، انا قلت لك حياه بسيطه جدا، حتى الكيكس في اللغه يعني، في اللغات العربيه ما في الكيكس، في اللغات الحاميه. نعم. في العاميه السودانيه موجود برضو حته الكيكس دي كده. أيه. خلاص بالضبط كده. أيه. يعني الحاجات بنفس التركيبة نفسي أي حاجة، مثلا يقول لك لقيت وحدين يعني في النوبية، يقول لك ويري هنا طوالي وحدين. نعم. ده غير أنا ممكن ما ذكرت أي حاجة، لكن أي كلام العامية السودانية هي نفس في بعض الكلمات بتشبه النطق ذاته يعني، مش كتشنتو مثلا. أه. كرهتو بالنوبية كتشنتو بالنوبية كتشس أو كتشات زول مكروه، كتشات يعني زول مكروه يعني، كتشات يعني زول مكروه يعني. غير كده يقول لك أنا زول ده كتشنتو، وغير كده اللغة دي ما في زول ده عمل دورة ولا مش أخذوا في دنغلة ولا حاجة، لا الحاجة دي موروثة منذ القدم يعني، من آلاف السنين أنت جيت لقيت الحاجة دي يعني. أنت لما تخش تأكل بعدين برضو من الحياة الدوكة والحياة دي كلها من المفردات النوبية، عشان كده
في بصمة يعني شعر لبنان دائما بقول لك الحضارة النوبية في بصمة لكل الشعب السوداني ده. يعني في بصمة من الشريك بصمة من الغريب بصمة زي كذا. العامية السوداني اللي هون الشريف قاسم انت حتلقى كثير جدا مفردة يقول لك نوبية نوبية نون 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 كثير جدا ده. ده هو ما في تأثر وتأثير، لكن معظم السودانيين هم قاموا والحاجة دي متوارثة فيهم منذ القدم يعني، يعني دي حاجة توارثوها عن عن أب عن جد يعني، ده اللي بيأكد وحدانية الشعب السوداني ثقافيا. ممتاز أستاذ أحمد الشريف، نتكلم عن الإنسان النوبي ما يميزه يعني من 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 من, من, من طفل لحد ما يرحل شباب لحد ما كبير، شنو ال 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 الواجبات اللي عليه والحقوق اللي عنده كده، بتدربوا عليه شنو، بتربى عليه شنو الطفل النوبي الإنسان النوبي عموما، نتكلم عن الإنسان النوبي. والله بطبيعة الحال طبعا الإنسان النوبي يعني وريث لحضارة قديمة جدا قدم التاريخ يعني، فبالتالي الحضارة دي تنزل السلوك في حياته اليومية يعني، فتلقاه إنسان متسامح مع نفسه ومتسامح مع غيره يعني في كل تصرفاته يعني، في التكافل في غيم التكافل في مسائل كثيرة جدا، حتى في التعامل مع الغير تلقاه يعني تعامل راغي جدا وما بميل للعنف. التسامح سمة أساسية في الإنسان النوبي، مبني على التسامح، مبني على التسامح، فبالتالي تلقى الإنسان يعني بيقوم على هذا التسامح في أي محل، إذا مشى أي محل بتلقاه يعني يعني معروف تماما يعني، حتى خارج السودان يعني، حتى يعني السمعة الطيبة اللي اكتسبها السودانيين بأمانة شديدة جدا، هم أول من هاجروا طبعا من المنطقة النوبية وسافروا برا، فالصفات الجميلة جدا واللي تميزوا بها السودانيين برا والعرفوا بها السودانيين، فكلهم كانوا من هؤلاء النوبيين، ولو احنا نعتبر طبعا كل السودان كل هذا السودان شفت كيف يعني امتداد نوبي مشبعين بالثقافة النوبية وجزء من الثقافة النوبية يعني. هل بيختلفوا يعني بتقدر تميز انسان منطقة من منطقة في 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 بشكله يعني، انت تعرف ده مثلا من الشمال خالص، ده من جنوب خالص، ده من الوسط، بتقدر تميز او من طريقة كلامه مثلا جدا كيف دي؟ فمن إنسان الشمال ممكن تعرف هذا مثلا شفت الحلفاوي بعرف الحلفاوي يعني، بس دي طبعا دي المسائل دي كلها جاءت على اساس انه زي ما قلت لك المنطقه النوبيه تعرضت لهجرات كثيره جدا ومن اقوام كثيرين من ناس كثيرين، فبالتالي يعني مثلا تلقى في منطقه مثلا في والله في بعض الهجرات من بعض البلاد خارج السودان متركزه في حتات غير زيادة عن المناطق الأخرى يعني مثلا في الشمال تلقى مثلا والله الإسنية أوروبا الشرقية مؤثرة فيهم واضحة جدا، تلقى في تقاسيم وفي تمشي مثلا في الوسط شوية كذلك نفس العملية، تمشي منطقة دونجل تلقى مثلا يعني الخلطة ممكن تكون قريبة للخلطة العربية وهكذا يعني وانت ماشي، فبتميز من السم ميز من الشكل ممكن تميزهم حتى من النطق ممكن تميزهم. شغال شنو الإنسان النوبي شغله؟ شغل الأساس والرئيسي طبعا زي ما قال أستاذ فريد الحضارة دائما تبنى على الـ على الـ على الزراعة والاستقرار، فشغل الأساس والرئيسي طبعا الزراعة، وبعد الزراعة التجارة طبعا مباشرة بعد الزراعة التجارة، وفي مسائل كثير جدا زي الصناعة، صناعة المراكب، صناعة السواقي، بناء الدور، المسائل دي برضو كلها موجودة، كلها يعني زي ما تقول زي ما قلت لك أنا قبل يعني برضو هم يعني اجتادوا الصحراء وكان بيمشوا يعني بدر بالعربين حتى الفاشر حتى شمال كردفان وجنوب كردفان وكلها كانت مطروقة بالنسبة لهم، لكن مهنتهم الأساسية والرئيسية الزراعة والتجارة. أستاذ حسن نجي للأغنية النوبية يعني تاريخها، وهي أصبح يعني هي نقلت كثير من الحضارة النوبية يعني من خلال الأغنية من خلال الكلمة النوبية ذات ثبتت اللهجات دي يعني الأصل الغنى بقى مثبت للهجة، حتى للأجيال الجديدة القائمة دي بتسمع الغنى ممكن ذاتها زي ما بقول يقوي لها اللغة يقوي لها اللهجة بتاعتها ونشرت الحضارة. تقول شنو عن الأغنية النوبية؟ والله زي ما ذكرت طبعا حسي النوبيين بقوا معولين كثير جدا على الأغنية النوبية يعني هي أنا أعتقد أقدر أقول إنه هي حارسة الأشياء الجميلة والأشياء القديمة التي في طريقها إنها تندثر، حتى الكلمات والعبارات القديمة المتعلقة بالمطبخ النوبي بالمزرعة بالعادات النوبية القديمة بتصل للناس عبر الأغنية أسرع من الكلام يعني، في شعراء كثيرين زي محمد فضل طبق وغيره
في اجيال جديده يعني حديثه من النوبيين تكاد يكون هم يكاد يكونوا نسوا اللغه النوبيه. ثاني حصلت لهم رجعه وحصلت لهم نهضه عن طريق الاغنيه النوبيه، وبالتالي بتلقى المنظمات كثيره، ناس محمد شريف وفريد، كل الناس شغاله لاعاده الثقافه النوبيه ولعشان انها هي تصمد وتواصل عبر الاغنيه النوبيه. زمان في الكلام بتاع اللغه النوبيه العاميه، فريد قال كلام انا بضيف له، العاميه السودانيه هي غير اللغه العربيه الفصحى القياسيه. نعم. العاميه السودانيه هي قاعده في جرامر نوبي، لكن في باحثين كثيرين هم ما نوبيين. ابدا استغراب في انه البيجه، لغه البيجه ولغه النوبه، رغم انهم جغرافيا اقرب ناس للعرب واول ناس احتكوا بالعرب، رغم ذلك اللغات دي باغيه، رغم الضغط على اللغه العربيه هي لغه رسميه مدعومه بالدوله، رغم ذلك البيجا والنوبيين حافظوا على لغتهم طوال الفترات الصعبه اللي مروا بها، يعني بعد ما انهيار الممالك النوبيه ودخول العرب، الفترات دي كلها اللغه النوبيه دي باغيه محتاجه لدراسات اكثر، ليه انها ظلت باغيه رغم انه في لغات كثيره اندثرت. طيب احنا دارين نعرف ذاته، بنخش في اللغه النوبيه ونعرف دورهم هم كاعلاميين في توصيل اللغه النوبيه والمحافظه عليها وكلام عنكم، نمشي لدوله نسمع لنا اللحن ونجي راجعين، اللغه شايفه فتحت الحوار خلاص. طيب نغني اغنيه تراث، هي بتتكلم عن القمح الاحمر او اللقيله، يعني كان شيء طبعا عظيم بالنسبه له، فكانوا يغنوه جميع الناس يعني في الحصاد في اي وقت في الزراعه في غنوا له. وتحيه بقدمها لاخونا عبد اللطيف سيد احمد، هو الاغاني الليله ان شاء الله يعني تقريبا كلها تراث، وهو اكيد انه حسن فيها كلها يعني، والتحيه ان شاء الله. جدا نسمع. Hambukogi, wekidero, bentikogi,
للمبدع دول العطاء على هذه الاغنيه الجميله اللي يعني اثرت في وجداننا ونحن طربنا باب رغم انه نحن ما فاهمين الكلام اللي بيتقال فيها. الناس دي حيتكلموا عشان يفهمونا ذاته عندهم كلام في اللغه حيقولوا ما نمشي بعيد نطلع فاصل ونجوم راجع. من جديد وعدنا ونحن في ضيافة أهلنا النوبيين في شمالنا الحبيب وأستاذ فريد دار تضيف شنو؟ دار أضيف إنه في مشكلة برضو في بالنسبة للغة النوبية والنثارة وحاجات زي دي. نعم. إنه أول حاجة ما في أكاديمية للآن أكاديمية منظمة للغة النوبية. نعم. اللغة كل اللغات الحية زي اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، اللغة الفرنسية، ديل كل ما كلمة جديدة تظهر لأنه أي أكثر حاجة بتقتل اللغات التكنولوجيا بتخش في اللغات بدون استئذان. نعم. خلاص الثلاجة ظهرت مثلا في اللغة العربية الثلاجة من الثلج أصلا هي من لغات مختلفة يعني. نعم. كهرباء الإلكتريسيتي اللي كهرباء. اللغة النوبية برضو بتستقبل مجموعة ضخمة جدا يعني الآن أنا داري أتحدث مثلا مشيت الهيئة الكهرباء عشان مشتري كهرباء ما حقدر أقول الكلام ده باللغة النوبية إلا الصفيكس إلا اللواحق دي واحدة من الإشكاليات الكلمة ما عندها معنى موجود بالضبط الكلمة كده. المستحدثة في اللغة النوبية بالضبط لأن دي لغة جديدة وخاصة في حاجات كثيرة جدا ماتت في اللغة النوبية زي حياة الساقية لغة زراعية كمان برضو دي كلها ماتت ووسيجات ما بين الإسبيرات الألفونيا وكذا يعني طيب دي بتعالجوا كيف انتوا كنوبيين؟ لازم تتعامل أكاديمية يعني الآن مثلا في بعض الجهات في ساعة يعني زي المنظمة النوبية لحياة التراث هو أستاذ محمد شريف وفي جمعية الضمون للثقافة والتراث النوبي وفي برضو بوهين وفي مركز اللغات لا 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 مركز اللغات النوبية يعني في منطقة الكلاكلة ديل عنده محاولات لكن الآن الحاجة دي ما اتعملت غير كده حفظ اللغات لانه الاشكاليه في التكنولوجيا يعني التكنولوجيا بتخش ويوميا في حاجه يقول لك في كل راس ساعه في ثلاثه حاجات جديده
أنا الحياة دي أسي معدات العملية مثلا، ما عندي مفرد، حاجات المدرسة ما عندي حاجة. هالحكاية دي سهلة طبعا، ما زي العربي عملوا في العربية، يعني مثلا الالكتريسيتي لكهرباء، استعملوا الكهرمان الفارسي للحتة دي يعني لليونيفرسيتي للجامعة، يعني في 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 كل اللغات، يعني ما اللغة العربية بس، في الإنجليزية اللغات تتطور معها بالضبط كده، لأنه شويتين حتلقى لغتك زي السواحلية، مجموعة من اللغات بين العربية والإنجليزية والفرنسية، أنت عليك الصفق اللواحق بس، لكن الكلمة ما حتلقى لها في النوبية، لكن ممكن تقعد وتصلحها وتعملها بكل سهولة. طيب أستاذ محمد شريف، من خلال المحاولات اللي عملتها متفائلين بأنه ممكن تتعالج المزن؟ والله يا أخي إن شاء الله تعالى. طبعا في كانت إشكالية الحرف النوبي، فيها كم حرف معلش؟ 24 حرف، 26 حرف، 26 حرف، بعدين في أصوات تانية كلها 36. فإشكالية الحرف النوبي تقريبا احنا حليناها، يعني ما انه يعني الناس كان هل بيعتمدوا مثلا الحرف اللاتيني المعدل او الحرف المروي او الحرف العربي الموجود الان المنمط. فتقريبا احنا حلينا مشكله الحرف، وتم اعتماد الحرف اللاتيني المعدل لدرجه كبيره يعني. نعم. ودي كانت مسألة مهمة جدا على أساس إنه تدون، إذا ما بقيت تدون لغتك بتبقى مشكلة، فدي انتهينا منها. والآن المنظمات دي، منظمة النوبية للثقافة حياة التراث والتنمية، جمعية طنجلة، وباقي جمعيات المنظمات الذكرى أستاذ فريد، شغالين في هذا الاتجاه، يعني بندرس الحرف، ممكن الطلاب بالذات طلاب الجامعة في تدريس عديد، في تدريس عديد كده أنا ماشي. الطلاب هل هم نوبيين بس ولا ممكن من والله في خارج يدور عنده رغبة من برا النوبيين؟ في برا النوبيين موجودين الآن وشغالين، الناس يتعلموا لغة النوبية يعني لحد كبير. أيوه يعني أستاذ محمد شريف، مثلا في علم اللغات في جامعة أفريقيا في حوالي 37 طالب، ديل يمكن رعاتهم جمعية دول الثقافة والتراث النوبي، بالإضافة لجمعية المنظمة النوبية، عندهم شغل جميل، عندهم يعني ما معهد لكن في مركز صغير كده لتدريس اللغة النوبية. يعني أنا من الناس اللي تعاونت معاهم، يعني في لقيت ناس ما نوبيين وكذا. غير كده بالنسبة لأصوات اللغة النوبية هي متاحة بالنسبة لكل السودانيين، يعني مثلا ما في مشكلة بالنسبة لأي سودان شحرف. عشان بالضبط كده يعني باقي الحاجات، عشان كده مثلا في المنطقة النوبية ما تفتكر كده من الحروف شنو؟ مثلا من الحاجات اللي ما فيش في اللغة العربية زي نيا مثلا، نيا نيا مثلا دمنا، وفي التشا وفي النا نا، ما القى النا، والقى عند السوداني برضو متيح، يعني أي سوداني ما بيقول قلبي يقول قلب، يعني قلبي يعني بلقى بلقى هاي بدل غاب يقول بالضبط قلبي بالضبط كده. طيب احنا قبل ما ناخذ كده نماذج من الشعر النوبي، انا داير اعرف انتوا كاعلاميين حسن دوركم شنو في المحافظه عليها؟ يعني اسي انتوا دي الناس شغاله على معاهد، شغاله على حفظ لغه، شغاله على تدريس جمع الحروف وكده، انتوا بدور الاعلامي كشباب جيل يعني من النوبه. ونحن كاعلاميين وكنوبيين يعني دورنا انه نسلط الاضواء على الجهود المبذوله. يعني انا واخرين، يعني انا ما براي في زي تقدر تقول صحوه، يعني انا ذاتي ما انا قبل 10 سنوات يعني اهتمامي تدريجيا زاد باللغه النوبيه بالثقافه النوبيه، وقفت على حاجات كثيره وقفت على جهود كثيره، وبرضه وقفت على مخاطر موجوده. يعني المخاطر دي يعني احيانا انت بتكون خايف، لكن في نفس الوقت بتيجي تلقى في ناس شغاله وفي انتاج ماشي. والملاحظه الاساسيه اللي قالها فريد وانا حضف لها ان الجهود الموجوده كلها شعبيه، يعني ما في جهود رسميه. يعني دي حاجه يعني سيئه في صوت لهم، يعني الاجهزه الرسميه هي اللغه النوبيه، هي لغه سودانيه، والثقافه النوبيه ثقافه سودانيه، المفترض كان تجد حظها من الدعم الرسمي. الحظ ده ما موجود والدعم ده ما موجود. الدعم الثاني من اجانب، يعني معظم الناس المهتمين بايجاد نظام كتابي للغه النوبيه هم اجانب من هولندا، من بريطانيا، من المانيا، يعني هم شايلين هم اللغه النوبيه وهم الثقافه النوبيه اللي هي ثقافه سودانيه اكثر من السودانيين انفسهم، بالاضافه لفي سودانيين شايلين الهم ده اللي بيساعدوا. نحن كاعلاميين بحلقه وصل بين الجهود المبذوله دي السودانيين والاجانب والجهود المبذوله في الخرطوم وفي دنقله وفي محلات ثانيه، بنحاول نوصلها للاعلام زي الحلقه دي مثلا، واحده من الجهود المبذوله. نعم. الحاجات اللي بتجي في الصحف الورقيه، الصحف الالكترونيه، في اهتمام. يعني انا بعرف صحفيين زملاء هم ما نوبيين لكن مهتمين جدا، بيحضروا كل المناشط
وكل الحاجات النوبيه يعني في صحفيين ما نوبيين لكن درجه انه بيكونوا مثقفين تماما في اللغه النوبيه وفي الثقافه النوبيه حتى حفظ حروف وانهم استعداد يتعلموا. يعني انا قريب ممكن تلقى 3-4 صحفيين بيتكلموا وبيكتبوا باللغه النوبيه ما شاء الله. اضافه بسيطه لكلام اخونا حسن. نعم. احنا والله بنعتقد انه اللغه النوبيه طبعا مفتاح الثقافه النوبيه في السودان. يعني بدون ما انت بتكون عارف اللغه النوبيه استحاله حسن ان الحرف المروي اللغه المرويه او اللغه المرويه او الحرف المروي للان ما فكرنا طلاس من الحرف المروي اصواتها ما تعرفت. فبالتالي اذا ما تعمقنا في اللغه النوبيه وحافظنا عليها ما حنقدر نحل طلاس من اللغه. انا مصر لسه اسمع شعر باللغه باللهجات المختلفه النوبيه لكن دول نحن نسمع لنا لحن ونجي راجعين.
حنيني قاوة مرادي قاوة وإلهي. شكرا لشباب تونجيلا تونجيلا. وأنا اللي عاجبني في الموضوع كله إنهم هم شباب وأغلبهم طلاب جامعيين، وعاجبني محافظتهم على التراث، وإنهم يعني دور إنه من جيل لجيل بتمشي الثقافة ويمشي التراث بتاع النوبيين. أنا لسه مصير إنه أقف في الأدب النوبي محطة كبيرة جدا جدا، داير أسمع نماذج من 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 الشعر ده بالروتانا، يعني شعركم بالروتانا، ونتكلم عن الأدب النوبي عموما، من النوبيين الكتب، من الناس المعروفين اللي قدموا أسروا ساحة الأدب النوبي. نعم، شعراء كبير جدا. أنا يمكن حخلي في سهرة تانية عن النوبيين تحديدا، عشان كده أنا حخلي يعني ريت السؤال ده يكون في السهرة. أي نماذج؟ ما أديك نماذج. يعني في من الأشعار النوبية ابتداء من دونغولا لحد أسوان، في شعراء كتار جدا أثروا الساحة النوبية. لو جينا أخذنا في منطقة دونغولا، في الشاعر نور الدين سيد علي من الشعراء الغنائيين الكبار جدا. نعم. في الفيلسوف الشعر النوبي جلال عمر مروارتي، وله الآن كتاب جميل جدا طبعته جميع دونغولا الثقافة والتراث النوبي لسه على التدشين. نعم. وفي عن الأمثال النوبية لخبير للأستاذ خبيري. في الآن كتاب جميل جدا عن الأغنية النوبية الدنغلاوية تحديدا للأستاذنا محمد شريف اللي هو موجود في الآن على وشك الطباعة، يعني في الفرن الآن، وحيكون إضافة حقيقية للشعر للعمل الأدب النوبي عموما يعني بإذن الله تعالى. ده غير أنه في منتوجات كثيرة جدا، وغير في أشعار أو شعراء كتار جدا، يعني محمد فضل طبق، وفي نور الدين، في كتار، يعني أنا ما بقدر أذكرهم كلهم عشان ما أخش في لوم. طيب أستاذ محمد شريف، نحن إذا قلنا مثلا على باللهجة الدنغلاوية، وإنت دنغلاوي، شنو من الشعر باللهجة الدنغلاوية أو أمثال بتتقال؟ لازم يكون في الأمثال اللي عندنا. نعم. دي باللغة الدارجية دي ممكن يكون في مرادف ليها، هم بقول لك مثل بيحصل في حاجات عينة يكونوا قاصدين بيه، إذا ترجمته ممكن تلقاه غريب. نقول لك قصيدة بالنوبية ممكن. والله في قصيدة جميلة جدا، يعني غزلية جميلة جدا لشاعرنا الكبير جلال عمر، فبتقول القصيدة لسه ما الصوت كنته ترهاغا ونسيته، وجلال باصر كجاقل لسه جبل كنته، وين أبوك أرجبول تول شيرتوم سلي بول، ووجا قادل دلي بول بارك ردو بناركتو، ونتيتنا ينبرتنا خمرتنا بكرتنا، أي حرير نور جولتنا أركت من غير ويدتو، أي بقون والوتتنا إيه سلكي مون نكتنا، أي أسدولتي مالتتنا نيومنا مالدتو. يبرك سلميرن يدتون نيل جن فيرن ام بتاع نجا نسلحيرن هيرتك ووكنتو. دي قصيدة جميلة جدا غزلية بتكلم طبعا معاك بس دي جميلة. دي انت بتقول جميلة، انا داني بقول جميل. انت عارف ده لو اسا كتبه في زول انا بعرفه ماشي معي ما بشاكله ولا عندي ما وقدر بقول زول يركب يتونا زبرا ولا جاء. لكن احساسك ما عندنا جميلة والله احساس له. انت ذاتك طريقة الغاك لا انا حاسس بها ويت بتوصفها زي انا شايفها جات ماشي قدام. أيوة. صديق يعني عرفت من الامثال كده في زول فيكم يعرف الامثال اللي بتتقال عادي عندكم مثلا باللهجه الدنغلاوي؟ والله الامثال كثيره جدا، يعني ممكن تكون حافظ لك مثل مثلين. أيوة. يا اخي زي الجمره تحرق الواطي، يعني احنا نقول البيت من قزاز ما بطقع الناس بالحجار. أيوة. الحاجه اللي ما عندك فيها دخل ما تكلم فيها، تسوي كريت في القرط تلقى في جليد، هذا كله كلام بيتقال. صح. ما بتمثله مثل زي ده؟ لا في امثال كثير جدا. في كتابين عن الامثال في منطقه دونغولا، في كتابين. يعني انا من الناس اللي حكمت في الكتابين ديل واشتغلت فيهم. مثلا مين يعني مثلا يقول لك ميرتين تقو راجل ميرتي قامو القاعد تحت السد المويه ما بيعمل سد، يعني هو تحت المويه اصلا يعني. نعم. ما حيعمل اي سد. او في ايري
بلكن مري، يعني الحبل مجرد ما يتفتفت بيتقطع، ده على الوحدة يعني. نعم. مجرد ما في في انقطع في بالضبط كده يعني. ايوه الثاني ما بيتلم مع بعض بالضبط كده. وكل دول له كابل تنور تنور كسوكل، كل دول له سوكل تنور كسوكل، يعني خاصة في شنو في حالة واحدة انه راي المتزوج يتزوج لمرة ثانية، يقول شال شال الحجر حيشيل الحجر الثقيل حيشيله براسه. يا سلام. يتحمل مسؤولية. طيب كده ده بيقودنا نتكلم عن المرأة ودورها في 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 المجتمع النوبي. ويعني المرأة دورها في المجتمع النوبي طقوس الزواج، هل انتوا ناس من عندكم تعدد كثير ولا ناس؟ طبعا المجتمع النوبي زي ما ذكروا أكثر المرأة هي مجتمع عمومي، يعني المرأة فيها أصيلة وحكمت، وحتى الملك نفسه كان يورث عن طريق الأم، وبالتالي في كلام كثير عن إنه في بعض القبائل العربية يعني تساويت مع القبائل النوبية واخذت الملك، يعني الكلام عن انتهاء ملكه المغرة في ضنقل وكده. وبالتالي هو مجتمع عمومي المرأة فيها عنصر أصيل، يعني ما عنصر طارئ الناس يعني بيجملوا به الوضع أو زي بيخطوا في الكور، فهو أساس العنصر الأساسي في المجتمع، خاصة في ظل المجتمع معروف بالهجرات، يعني إن الرجال هاجروا في مصر وفي الخليج، فالمرأة ظلت هي ربة المنزل وهي التي في المزرعة، وظلت المجتمع وتغني والأشعار ولا يعني حتى في قيادات وفي شعراء كثيرين هم تربية المرأة النوبية. وبالتالي المرأة النوبية هي جزء أصيل، يعني ما بتتخيل إنه بس يدوها كوتا. أنا طبعا عندي احترام النظام، الكوتا ذات هو تخلف، الناس رجعوا لورا، لا هي بتنافس بحقها ما بالكوتا، جزء من المجتمع من غير الكوتا، يعني حقها دي بتقلعه بتاريخها بعلمها وبثقافتها. ممتاز. في إضافة بسيطة للكلام أستاذ حسن، الحقيقة يعني المجتمع النوبي يعني ابتلي بالهجرات، طبعا المسألة كان نتيجة لضيق الأراضي الزراعية ومسائل كثيرة جدا، فهاجروا من بدري جدا، يعني من بدري خالص يعني، فالمرأة تحملت المسؤولية، كانت الأم وكانت الزوجة وكانت الأخت، فهي يعني تولت تربية النشأ في غياب الزوج وفي غياب الأب يعني. نعم. هي مسؤولية تامة. تامة بالضبط. من تربيتهم من تعليمهم من نجاتهم من غرس الصفات الحميدة فيهم. نعم. من متابعتهم إذا تكون قدامية زي ما بقولوا. نعم. لكن أنا في سؤالته ما أصلاً في زول ضينا. نعم. في تعدد ولا النوبيين ما بحبوا التعدد؟ ما في تعدد. ما في تعدد. نعم. ده إخلاص ليها لأن هي تحملت مسؤولية كاملة. عشان كده ما ممكن تجازيها ولا لكن ما بالصورة ولا بالراحة كده نقول خوف. لا والله زمان بدري يعني التعدد كان موجود والحياة كانت متطلبة كده، طبعا شغل في المزرعة وكذا، فالناس كانوا عايزين أيادي تشتغل، عشان كده كانوا بيتزوجوا أكثر من زوجة يعني أكثر من امرأة يعني. لكن في الفترة الأخيرة ما في لا مزارع لا تكاليف الحياة ذاتها زادت، فبالتالي الناس مكتفين موحدين يعني. لا تمام، أنا بس قبل ما أطلع على دولة نسمع لحني أنا هحكي حاجة. أنا ما قلت خوف في خوف ولا ما دي واحد رسل لي نقطة ظريفة والله عجبتني، قال لي واحد ضرب لي تلفون لصاحبه، فصاحبه رد لي ومدوه يعني أي ألو، داق زعل يعني، قال لي أنت بتعمل في حركات شنو مالك وين أنت؟ في المستشفى. قال يا اخي ما تبطل كذب، يا اخي قبل ربع ساعه بس انا شايفك في الشارع ماشي ومعاك بيت. قال لي اي المره ذاته شافتني ولسه في المستشفى. يعني دي توريك يعني اي غلط ممكن يودي لوين. طيب احنا حنفرد مساحه كبيره جدا عشان نتكلم عن الحضاره النوبيه، الحضاره الكبيره جدا، والان الحمد لله في صحوه، الناس دارة تعرف الحضارة ودارة تعرف أسرارها والتراث النوبي. دولة نسمع اللحن ونجي راجعين لحوار. طيب نغني أغنية بتول والتحية للأستاذ عبد المنطلب محمد أحمد. بتولة البتول من قبل الكون، البتولة كوب سفري قوتكم البتولة. Thank you.
ساي قبل دفقون اربتولا من قبل كون اربتولا كوب سفاري قوت اربتولا دولة. شكرا تونجيلا على هذه المساحة الرائعة والجميلة. نحن فريد أستاذ فريد نتكلم عن الحضارة النوبية والآثار والسياحة في مساحة كبيرة يعني. نعم السياحة والآثار خاصة بيقو حاجة واحدة يعني في الدراسات الكثيرة جدا يقول لك إدارة السياحة الأثرية أو سياحة تاريخ الآثار النوبية وتاريخ الآثار تاريخ الآثار من قديم الزمان جدا. لو جينا أخذنا الممالك الكوشية النوبية القديمة تلقى في كارما 2500 قبل الميلاد وتجد النبتة 900 قبل الميلاد والمروية منطقة البجراوية باقي بخط لحد الممالك المسيحية. ويقال أنه قبل كارما برضو في بعض الحضارات حتى لو ضئيلة هي الحضارات دي كلها ملك للشعب السوداني على فكرة يعني ما لناس حتة معينة والحاجة زي دي. أنا أقول الحضارة النوبية بالمناسبة بتكلم عن السودان القديم لأنه الاسم النوبة مرحلة من مراحل الأسماء التاريخية والجغرافية للسودان القديم يعني. أنا هنا بتمنى يوم من الأيام ألقى
داتا سودانية كاملة ألقى بدل ما أرجع مثلا يتمنى يعني بدل رايزنر وزلارتوس كتير خيرهم كلهم يعني استرابوا كلهم الكتب عن السودان يتمنى أجي ألقى حفيدك محمد موسى أحد علماء التاريخ السوداني والآثار السودانية يعني ودي مشكلة كبيرة جدا يعني طالعي من هوية في الأسافير في كلام كثير جدا يعني الواحد بيتألم يعني في النهاية وما في علم بيستقيم في نعرة ولا عنصرية ولا سياسة الحياة دي كلها مستقيم يعني أنا دائما بقول السودان كل واحد العادات والتقاليد والحياة دي واحدة يعني في دولة في غرب السودان شرق السودان الحياة دي كلها أخوان وكلهم من ناحية فيتش أنا دائما بقول البيت السوداني سلطة يعني تلقى الأسود والأبيض يعني يتحدى يزور يقول لي بيتنا ملامح زي اليابانيين مثلا والصينيين في بيت واحد ده أزرق ده أخضر ده 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 كده ده الحياة دي دلالة للتمازج الحصل لطول السودان بالضبط كده يعني مشيت اي حته انا قلت لهم انا جاي على ما فزوا اللي يقدر يقول لي لا مشيت من السودري من شرق السودان ده الحاله الحاصله يعني نعم. انا عشان كده بقول انه الحضارات دي كلها تاستي تانحسيوتا كده كوش ودي كلها القاب واسماء جاتنا من برا على فكره يعني نعم. ما اندوني ما اسم داخلي اطلقوها علينا احنا ما قلنا كده لكن اطلقوها علينا باسماء مختلفة جدا جدا على حسب الإنسان اللي بيجي الآشوريين والمصريين القدماء ولا قاريب وأي زول كتب على حسب الكلام اللي بيسمعه وبعليك في أخطاء كثيرة جدا وفي حيات كثيرة جدا حاصلة لكن في النهاية دار أقول شنو السودانيين كلهم لو قعدوا حيلقوا نفسهم في بيت واحد دار أقول شنو في النهاية إنه الحضارة السودانية والحضارة النوبية سميناها الكوشية سميناها تانحسيو سميناها تاستي في النهاية هو للإنسان السوداني المتواجد ده يعني في النهاية البصمة لكل السودانيين والحضارة النوبية واحدة من يعني من الحضارات القوية جدا من ذا القدم منذ الأزل إنه بصمة في كل إنسان سوداني في العامية في لبسك في شرابك في تفالك في حزنك في كل حاجة طقوس العبور الزواج ميلاد وفيات يعني تلقى جيرتيج دي كانت من الأسماء السودانية هي جيرتي في النوبية في النهاية هي حضارة سودانية قديمة جدا وفي وعي ضخم جدا الآن حاصل يعني بالنسبة للإنسان السوداني التفت لعلمه التفت لثقافته التفت خاصة أن احنا في مشكلة بتاعت هويات هنا أنا لوم بعض العلماء يعني الفلسفة السودانية ضاعت هنا ندرس عن الفلسفة المصرية الفرعونية ندرس عن الفلسفة الإغريقية الرومانية وكده أين الفلسفة السودانية خاصة أنك أنت عندك حضارة عندك أديان عندك لغات إذن دي أصلا حياة الفلسفة وين الفكر السوداني خشيت في مشكلة هوية ما بتقدر تقدر تعمل الفكر الفكر في النهاية هو جسد الثقافة يعني عشان تقدر كل السوداني مع بعض يطلعوا فكر موحد يطلعوا حتى لو في تنوع ما في مشكلة وفي فلسفة السودانية ودي من أهم الحاجات اللي بتقدر تلم كل السودان في ظل الحضارات يعني ممتاز أستاذ محمد الشريف الآثار الموجودة في المنطقة النوبية عموما يعني تاريخها الموجود في شنو هل نحن ناس قديمين في الآثار هل الآثار عندنا حديثة هل أصلا في آثار ما في آثار شنو والله يمكن السودان من أكثر الدول في العالم غنية بالآثار نعم دي الشاخصة اللي احنا بنشوفها الآن الشاخصة موجودة في كرما موجودة في البركة الموجودة في البجراوية موجودة في مناطق جديدة جدا في الخندق في دي الشاخصة أما اللي ما اكتشفناها لسه آلاف الأماكن لسه ما عرفنا لها وما كان في اهتمام أصلا لا اهتمام رسمي ولا اهتمام شعبي بالعكس يعني حتى الأجانب اللجوء وبحثوا عن الآثار ما كانوا متخصصين أو كانوا صايدي آثار زي ما بيقولوا يعني بيجوا حرامي كانوا بيسرقوا فقط يعني ما كانوا جايين على أساس ما كان قلبون على الناس لا ينفذون بالضبط كده ففي منهم من جاء يعني نسف كمية كبيرة جدا من الأهرامات تم نسفها ومعابد تم نسفها عشان يأخذوا الكنوز اللي داخلها فمشكلتنا احنا في السودان يعني ما في اهتمام بالآثار تماما خالص يعني في اهمال كبير جدا يعني تجي مناطق مثلا منطقة زي البجراوي منطقة مهمة جدا تلقاها كلها مدفونة رمال وممكن تشعل يعني حاجة بسيطة جدا ممكن يشيلوا الرمال يبعدوها شوية على أساس انه ويهيوا حولها على أساس انه ممكن تجذب السياح ابدا الكلام ده ما في فبتعللوا بضيق ذات اليد ومسائل كثيرة جدا فدي إشكالية كبيرة جدا فحسنا زي ما قال أستاذنا فريد السياحة بيرتبط بالآثار
مرتبطه بالاعساف. واحنا يعني اذا كانت اسبانيا بتدخل بس من السياحه ما يعادل دخل جميع الدول العربيه ما فيها البتروليه، فبالتالي احنا عندنا كنز كبير جدا احنا ما مستغلينه استغلال امثل. انتوا هسه كمنظمات عملتوها دي عندكم دور في المحافظه على الاثار؟ والله يا اخي دورنا دور توعوي فقط، توجيهي فقط. يعني ما عندنا يعني ما تحركتوا فينا، ما في حاجه عمليه نقدر نسويها. لكن نحن مثلا في انا من الفكر والتوثيق في جامعه بنغوله عندنا كان عملنا معارض كثيره جدا، اخر عمل قلنا به كان في مراكش، برضه كان في صور بوسترات وحياه كثيره، وشاركنا في معارض سياحيه كثيره برضه يعني خارج السودان للتعريض بالاثار السودانيه عموما يعني. تمام استاذ حسن، السياحه في في في, في المنطقه الشماليه في مناطق النوبيين يعني هل هي موجوده؟ شنو اللي بتروجوا له للسياحه؟ طبعا المناطق شمال السودان وجنوب مصر من اكثر المناطق اللي ممكن تكون سياحيه في العالم. نعم. اللي هي مرغوبه، حتى الجو ذاته نفسه الانسان الاوروبي بالعكس الجو الصحراوي ده بالنسبه له جو مناسب، يعني في الشتاء شيء غريب عليه، شيء غريب عليه ومطلوب. نعم. على العكس يعني في ناس بيفتكروا انه الخواجات ممكن يبحثوا عن الخضره، لا هي اوروبا اصلا ما فيها صحراء، وبالتالي الجو الصحراوي اللي فيه الاهرامات بالنسبه للخواجات خاصة انه مناطق قديمة ومناطق اثرية حاجة جاذبة. نعم. فقط محتاجين لانه تكون في بنى تحتية مساعدة للعملية بتاعت السياحة والاثار من حيث المواصلات من حيث الفنادق، يعني ما في بنى تحتية مقارنة بمصر احنا اقل بكثير، تاريخنا قديم، تاريخنا يعني عريق، كل العلماء يعني اشهدوا انه الحضارة بتمشي مع النيل، يعني حتى الاهرامات نفسها بدأت صغيرة وانتهت كبيرة. من دون الدخول في الجدل الحاصل حسي انا بس انظر لها انها هي عوده الوعي، لكن المطلوب انه الحياه تستمر، يعني ما تكون حاجه زي ما بيقولوا السودانيين فوره وتروح، لكن حاجه تكون حاجه تراكميه بوعي انه نقدر نسوق لنفسنا حتى من ناحيه اقتصاديه. الاموال ممكن تدخل عبر السياحه هي افضل من الاموال الناضبه مثل البترول والمعادن، دي ثروات ناضبه لكن دي ثروات مستمره ومتجدده. ونبحث عن المافيا هسه خلي الفداء نحافظ عليه كيف نصينه وكيف نحافظ عليه، ونبحث زي ما قالوا استاذ محمد شريف عن الما موجود اللي هسه ما اكتشف ده، الناس بعد تجتهد في انها تبحث عنه، يبقى عندنا اثار، يبقى عندنا طبيعه مطلوبه اوروبيا او اجنبيا اللي هي الصحراويه دي على النيل، اضافه للنيل، اضافه للاثار الموجوده، اضافه للمنطقه ذاتها وشكلها وطبيعتها. ده بيشجع على انه يكون في سياحه، الناس اعلاميا انتوا دوركم في انه توعوا، لانه الناس يعني تكتشف المزايا اللي تنهض بها على اساس انه يكون السياحه مصدر من مصادر الدخل. طيب احنا جزء من السياحه في المنطقه اللي بنزورها الاكل الطعام، اي منطقه نسميها المطبخ النوبي. نحن الان داخل المطبخ النوبي. استاذ سمير عبد القادر مرحب بك، واحده من النوبيات الاصيلات جدا، وسعيدين بزيارتنا لمناطقكم هنا في شمالنا الحبيب. زي ما تميزت المناطق النوبيه بحضاره وبارث وبثقافه، تميزت بانسانها بطبيعتها، اكيد مطبخها مميز. نعم اكيد. شنو من الحاجات القديمه الموجوده عند المراه النوبيه في المطبخ؟ والله أنا من هنا بحيي كل النساء السودانيات عموما فطبعا المطبخ السوداني هو ممكن يكون واحد، لكن احنا عندنا حاجاتنا اللي بتميزنا، مثلا عندنا بنتي السوق. شنو؟ بنتي السوق. أيوة. براسة بلح، يعني زمان حبوباتنا كانوا عملوها بالبصاج وكذا، ونحن طورناه بدينا نعملها بالفرن وكذا يعني. طيب القراصه دي انا اللي بعرف القراصه العاديه دي بتاعت دقيقه عجين يكبوه في الصاج ويقلبوه بيجي يقلبوه بيجي يحمل. البلح كيف يخطوه في النار؟ يلا البلح بيجوا يكسروه ينظفوه كويس ويجوا يبلوه، بعدين بيجوا يعملوه بدقيق القمح كويس، ويلا بيضيف عليه حاجات ثانيه مثلا زي السمنه شوية زيت وكده، بعدين يعني البلح ذاته عجنه مع الدقيق. ايوه بيضيفوا له سمنه و... ايوه ايوه. فنحن لو اصلا تحدثنا عن المطبخ، المطبخ التكل طبعا اصلا كلمه نوبيه، التكل
كلمة تكل تكل كلمة نوبية. أيوة. تكل في السودان كله هو في السودان كله أصلاً. أيوة هو المطبخ. نعم. حتى الدوكة برضو كلمة نوبية يعني. بتقول دوكة. دوكة مثلا نحن المطبخ هناك دوكة. وتكل. وتكل أصلا كلمة نوبية. ممتاز. يعني هي عامة في السودان يعني. طيب من الأكلات العادية دم الحلو الملح بتعمل في الناس قراصة ولا ناس عصيدة ولا كريم؟ والله كله إحنا عملناه لكن أكثر شيء طبعا بنشتهر بالقراصة أكثر يعني. نعم. الملح شنو؟ يلا ما عندنا الملحات العادية طبعا أصلا في السودان كل واحد لكن عندنا حاجات اللي بتميزنا مثلا زمان عندنا المفروك مثلا عندنا. نعم. حاجات غير يعني مثلا السبرو. عندنا مثلا السبرو سبرتموجة وبعدين عندنا ال الكداد وعندنا الملوحة. الملوحة دي شنو؟ الملوحة دي طبعا معروفة عند السودانيين. التركيني هاي الملوحة اللي هي بتتكون من شنو؟ من السمك بعملوه من السمك طبعا هو يختلف من الفسيخ طبعا. سمك ملوحة. السمك ده بيعجبوه من البحر ولا ما نشف ولا كده؟ لا بيجوا بيعملوه بطريقة معينة طبعا بالملح وكده ده احنا بنجيبه جاهز بنعمله طبعا. بيجيبوا جاهز بيلايقوه؟ لا ما بلايقوه بيعملوه لي مرات بيعملوه مطبوخ. نعم. بالطريقتين يعني. نعم. دي بتعمل على القراصة الملوحة؟ بالقراصة. طيب انا برضو مرة بزيارة بزياراتي لأرجو والمناطق دي يعني لقيت في حاجة كده زي المكرونة ولا شنو بعرف بيعملوها تحلية بكستر ولا بشنو لقيت كتير يعني في مناطق كتيرة لقيتها دي عارفها ليش شنو؟ والله طعمها سمح خلاص. حاجة زي مكرونة بكستر بشنو يعملوها في قوالب كبيرة برضو. انا لاحظتها بيقدموها تحلية. ايوه. بيقدموها تحلية. أنتوا التحلية غير قراصة التمر تاني شنو من التحليات في عندنا القرقوش ورغيف تاجن. ده بيعملوا تاجن ده برضو بيعملوها بخميرة في البيت يعني ما بيشتروا الخميرة بيعملوا الخميرة بالحليب. نعم. بالعدس او بالحليب او بالفول السود بالفول. نعم. بيعملوا الخميرة في البيت وبيجوا يعملوا القرقوش القرقوش ورغيف تاجن. يا سلام. طيب والله انا سعيد جدا اكون معاك في المطبخ ده وطبعا يعني شهيتينا. لا دي هسه دي شفتي بعد ما انا مجعلون هناك جيبها لنا وبعد ما تجيبها رصها قدامنا بالذات لانه ديل ما في ديل ديل حقهم بيكونوا شبعانين في قراصة التمر. خلينا انا بعد اكل كفايتي بعد ذاك هم ياكلوا الباقي. اتفقنا. انا والله سعيد كل السعاده الليله اكون في شمال السودان الحبيب وفي شمال كنا في منطقة تهنى النوبيين والحديث عن الحضارة النوبية حديث يعني طويل. المساحة ما بتاخذنا له يعني المساحة ما بتكفينا انه نتكلم عن مناطق النوبيين كلها وثقافتها وتراثها وعاداتها وتقاليدها لكن ضيوفنا ما قصروا. انا سعيد جدا كان معنا استاذنا محمد شريف والباحث في مجال التراث وأيضا الأستاذ فريد مكاوي الباحث في التراث والثقافة النوبية وأيضا الأستاذ الإعلامي المعروف حسن بركية وسعدت به كثير وأختنا سمير عبد القادر برضو ما قصرت جاتنا في المطبخ الفنان الجميل دول العطا كان مشارك في هذه الحلقة أطربنا بنغم الأصيل المأخوذ من حضارة وثقافة والأدب النوبي وايضا ما بننسى شبابنا في تنجيلة الليلة انا رطمت عديل انا من الاسامي للكل للفرقة بقيت برطن تنجيلة ودولة دي جدك وتنجيلة دي الفرقة المصاحبة لينا والله بجد استمتعنا واستفدنا نتمنى ان كل الناس الليلة شافونا يكونوا استفادوا وعرفوا حاجات مهمة جدا عن حضارة النوبيين. حتى الحلقة الجاية بترككم في امان الله ورعايته ونسمع لحن الختام من اخونا دولة حتى الحلقة الجاية دمتم في امان الله. التحية لأسرة مرحوم محجوب عبدون وحنغني اغنية مسكة اللي هي من كلمات الاستاذ محجوب. Oh.
مسكني قلقي ترجمة